أعزائي المتداولون، أهلا وسهلا بكم. ومع الاستطلاع اليومي من ديلي فوركس، أدت التعليقات الحذرة المفاجئة من أحد أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي وتراجع الأسهم قبل إعلان اللجنة الفيدرالية المهم في وقت لاحق من هذا اليوم. ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بشكل غير متوقع إلى ما فوق مستوى المقاومة الرئيسي عند 1.1234، وقد يستمر حتى يقترب من قمم نطاق التداول على المدى الطويل. تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني دون المستوى الرئيسي عند 100 يوم أمس، ولكنه سرعان ما ارتفع وصل إلى مستوى 101 بعد صدور التصريحات. الاحتياطي الفيدرالي لا يزال البائعين تحت الضغط. كان زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي الرابح الأكبر يوم أمس، حيث قلب المقاومة إلى دعم. يبقى البائعين تحت الضغط بسبب عدم وجود أي منعطف واضح حتى الآن. شكرا لكم وتداولا موفقا.